إكسبريس إف إم تزيد في القيمة. بعد ما قلنا هاي الأمور مشيت والفصول انتع الدستور تم الاتفاق عليها وتعديت، وعن قريب تم التصويت على كم الدستور ونرتاحوا من هالملف ونتعديوا القانون الانتخابات. إذا بينا نسمعوا أنه بعد ما تم التصويت على بعض الفصول بأغلبية 50-1، بعض النواب طلبوا تعديل وإعادة النظر في بعض الفصول، ومن بينها الفصل 6 اللي ولا مشهور. الفصل 6 قلق بعض الشيوخ على حاجتين، الحاجة الأولى حرية الضمير، والحاجة الثانية تجريم التكفير. عملوا عريضة ومشوا بها للتأسيسي ودوروها على بعض النواب، وزادوا كتبوا فتوى تكفر كل نائب في التأسيسي صوت على الفصل 6 واعتبروه خارج على الدين. وبعد نهارين مشاو قابلوا سي المرزوقي في قصر كارتاج وطلبوا منه التدخل بإلحاح باش يتم مراجعة الفصل 6 من مشروع الدستور. بعض النواب اغتنموا الفرصة وعملوا مسرحية وعيساوية وصياح وتكبير ودوخة وجنون تحت قبة مجلس النواب، وبالفعل تم إقرار مراجعة الفصل 6 من الدستور. ومن البارح لليوم هما يتفاوضوا وما وصلوش لتوافقات، والتو العركة مازالت موفات. ويقول قايل علاش هذا الكل وشنو اللي قلق الأئمة من حرية الضمير وتجريم التكفير. سادة الأئمة وبعض النواب اللي خايفين من الفصل 6 قالوا شنو يحل باب للكفر والمجون وعبدة الشيطان. في الحقيقة مش على الإسلام خايفين، لكن وخاصة في رأس مالهم شادين. رأس مالهم يا سادة يا سامعين تكفير المعارضين وإطلاق الفتاوي على اليسار وعلى اليمين حسب مصلحة السياسيين. والكلنا متذكرين كيفاش تم تكفير الشهيد شكري بالعيد في بعض الجوامع اللي أمهم بعض الأئمة اللي توا يحاربوا ضد تجريم التكفير. والكلنا مش ناسيين تكفير النائب منجير رحوي من طرف سي الحبيب اللوس توا جمعتين في المجلس وقدام كل التونسيين، ومن وقتها وسير رحوي عايش تحت الحراسة البوليسية. لأنه للأسف هالأئمة والمتنصبين حماة للدين هما يطلعوا الفتوى منا وفرق الإرهابيين تتلقفها منا ويبدأوا في التنفيذ بالتصفية والاغتيال. يعني تجريم التكفير مش يخليهم عرضة للعقاب، وخطاباتهم المبنية على التكفير تولي جريمة تهز للحبوسات. وإذا نحينا لهم تكفير اش قاعد لهم باش يخطبوا على الناس؟ المؤسف في هالملف أنه بعد ما عشنا اغتيالات ناتجة أساسا على تكفير العباد وصادر على أئمة دجالين وسياسيين تجار دين، باقي نفس الأشخاص يتكلموا بلاش خوف من الحساب ويصرحوا في الإعلام وأنهم من حقهم تكفير العباد، والدستور اللي جرم هالتصرفات هو اللي تعدل، أما هما يقعدوا فالتين من العقاب. It's because FM, it's the ultimate.